من الصعب انك تبقى معظم الاوقات عكس الاتجاه، ولكن من السهل بانك تكون الاتجاه نفسه بنفسك وثقتك بربك وقيادتك للاختيار، وانت صاحب القرار، صاحب نفسك مهما كان اختيارك. تحياتي دكتور وليد زكي، 4/9/2022. صاحبي يا جدع يا امين، صاحب 10 سنين، ومهما يكون ما بيننا بنتسامح وبتعدي وبنبقى اقوى من اي تحدي، ولو هيطول مشوارنا هنكمله، وهو ده وعد مني وهنفذه. صاحبي يا جدع يا امين، يا اقوى صاحب ليا وهي السنين، ولو هتغدر بينا بيوم هنبقى اقوى من اي تحدي، ولو هتغدر بينا بيوم هنبقى اقوى من اي تحدي. صاحبي يا جدع يا امين، صاحب 10 سنين، صاحبي يا جدع.